منتخب مصر خروج صعب، خروج مهين لمنتخبنا الوطني بعد انجازات كبيره جدا خلال الفترات السابقه. بص يا كابتن، هو منتخب مصر بصراحه الفتره اللي فاتت يعني مع فيتوريا قبل بطوله افريقيا حاجه، وبعد بطوله افريقيا حاجه تانية خالص. منتخب بصراحه الاربع ماتشات ادوا اداء سيء جدا، ادوا اداء مش ده منتخب مصر، مش دي اللعيبه بتاعت منتخب مصر احنا اتعودنا عليهم، مش دي البراندات محمد صلاح وتريزيجيه. اه ماشي، تريزيجيه عمل ماتشات كويسه ومرموش، بس ده مش ده التوليفه بتاعت منتخب مصر. انا شايف ان مستر فيتوريا يعني ما كانش في احسن حالاته في افريقيا، طبعا قله خبراته، اول مره يمسك منتخبات، اول مره يلعب في افريقيا، فدي كانت برضو الحاجات دي بتفرق يا عمرو فعلا. يعني هل ممكن اقول انه قله خبرته في طبعا يا كابتن، ما انا مش عارف الملاعب، مش عارف الاجواء، التفاصيل الصغيره بتاعت افريقيا هو مش عارفها، مش عارف الرطوبه، مش عارف افريقيا هيلعبوا ازاي، الطيران، الحاجات دي كلها مش عنده. هو متعود في اوروبا يلعب حاجات معينه، يروح قبل الماتش ب 48 ساعه، ما عندوش الموضوع الرطوبه، ما عندوش موضوع الاكل، الحاجات دي كلها، فاكتشف ان الموضوع صعب جدا. وباين قوي في الماتشات اللي هو مش عارف يدير، مش عارف، يعني تحس ان هو يعني بياخد الكوره كده هربانه منه، الان متوتر. حتى كابتن، في فرق بين مدرب ومدير فني، فرق كبير جدا. فالبطوله دي هو كان مدرب مش مدير فني، احنا عايزين مدير فني. عايزين مدير فني اللي هو المدرب والمدير الفني، لا فرق كبير. اللي انا وانا ساعه الماتش شغال، الماتش شغال ادير، انا في 22 لعيب. كيفيه اداره المباراه ده هو المدير الفني طبعا. لا، و22 لعيب مش 11 بتوعي، ما انا بشوف بقى العيوب الفرق الثانيه وبلعب عليها. هي عامل زي الشطرنج، اللعيب الناحيه دي مش مميز، هنزل حد مميز. التوقيت بتاعه، حتى طلوع اللعيبه في التوقيت معين اللي هو ممكن يكون تعبان، فهنزل واحد تاني يعمل نفس الشغل اللي هو عمله. فبشوف العيوب بتاع الفرقه التانيه، وهنزل مثلا فيرود، او هنزل مساك، او هنزل باك ليفت، او هنزل، يعني فاهم قصدي؟ لازم يبقى مذاكر طول ال 90 دقيقه قبل الماتش ووسط الماتش وبعد الماتش. فما كانتش عنده دي، انا كنت حاسس ان هو كانت بتهرب، حتى تغييراته كتير جدا كانت بتبقى سيئه جدا. فانا شايف ان البطوله دي بالنسبه له يعني للنسيان. انت مع ام ضد وجود منتخب وطني لمنتخب مصر؟ مدرب وطني لمنتخب مصر. بص يا كابتن، يعني انا يعني الفتره دي صعب جدا. صعب مدرب وطني؟ جدا. اوكي. جدا، لازم يبقى مدرب اجنبي، ولازم يبقى مدرب اجنبي عنده الخبره، لازم مدرب اجنبي عنده شخصيه، لازم مدرب اجنبي فاهم الشغلانه كويس في افريقيا. يعني انا شايف اقرب واحد كيروش، اللي هو جه مصر 6 شهور، عمل اداء على اعلى مستوى، عنده شخصيه، بيعرف ازاي يوصل اللعيبه هو عايز. يرجع كيروش مره ثانيه يعني؟ طبعا هيرجع يشتغل. لف بينا يا دول. لا هو هيرجع يشتغل، مفيش مشكله. يعني هيرجع المره دي زي مثلا. عارف ليه دايما بنبص للي فات؟ يعني طبعا كيروش مدرب رائع، انا بشوف انه مدرب جيد، مدرب جامد، وانا كنت ضد ان هو يمشي بالمناسبه، ولكن يعني هل يعني مفيش حد تاني نجيبه مثلا؟ لا، في بس ده التوقيت ده، التوقيت ده هو داخل عارف لعيبه منتخب مصر، عارف السيستم، خلاص عارف اللي هو من اول يوم هيشتغل، خلاص عارف اللي هو من اول يوم هيجي هيعرف اللعيبه معينه، هيعرف الناس اي نادي، هيبقى عارف اللعيبه المميزه اللي هو خدها قبل كده، هيشوف عليها تاني وهيحط السيستم بتاعه، وعارف المستوى بتاع منتخب مصر من اول ماتش على طول، هتلاقيه شغال وان شاء الله نكسب. انا عايز مدرب الفتره الجايه، مدرب يبقى هو جوه الدايره بتاعت افريقيا، وهو دار السنه اللي قبل اللي فاتت عمل ماتشات على اعلى مستوى، وصلنا نهائي افريقيا باقل الامكانيات، وكان هو جاي قبلها ب3 شهور تقريبا او 4 شهور. صحيح. ولعبنا الماتش الفيصل مع السنغال برضو عمل ماتشين كويسين جدا. انا كان نفسي اكمل، بس طبعا اتحاد الكوره يعني ما اعرفش ايه اللي حصل، فمشوه او زهقوه او حاجه كده. فانا شايف اللي هو ده التوقيت اللي هو يرجع تاني ويدوا له بقى الصلاحيه ويشتغل، ان شاء الله يوصل كاس عالم ان شاء الله باذن الله. اتحاد الكوره النهارده اصدر بيان، كيف ترى هذا البيان؟ بيان اعتذار يعني. هو بيان كويس جدا، بس انا اتمنى تعمل بيه مش كلام بس، يعني مش كلام عشان يهدي الراي العام بتاع يعني اللي هو يعني يتكلم، اللي هو بعتذر للشعب المصري، دي اول حاجه بس يعملها، بس هي الحاجه الوحيده اللي بس يعني، هي دي اهم حاجه. لكن ان هو مثلا يقول انا ماليش علاقه باي حاجه، انا عملت اللي عليا قبل البطوله واثناء البطوله. لا. وبعدين دخل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه في الامر وقال لك بنشكر، ما هو الدكتور اشرف داعم لكل المنتخبات. لا، انا قصدي البيان اللي هو اول حاجه عملها اعتذر للشعب المصري، دي مهمه جدا جدا. بعد كده يقعد يشوف بقى اللي ليه واللي عليه، وياخدوا قرار محترم، ياخدوا قرار يخلي الناس كلها، الشعب المصري، تبقى مقتنعه بيه. انا شايف ان اتحاد الكوره الفتره الجايه عليه عبء كبير جدا 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 يا كابتن اسلام. فلازم يشتغلوا على كده، في ماشي يوم الاحد 4 ايام هنشوف هيعملوا ايه. انا شايف بس ان هم مش عايزهم يستعجلوا، مش عايزهم ياخدوا قرارات يعني حاجات هوائيه، عايزين يقعدوا يشوفوا اللي ليهم واللي عليهم، ويذاكروا السنتين اللي فاتوا. أيوة. عايزين يجيبوا الحاجات اللي عملوها غلط يصححوها، والحاجات اللي عملوها صح يمشوا عليها. طيب انا على اي اساس ان انا اقبل من اتحاد كره القدم، او انا قبلت الاعتذار اوكي، ولكن كمواطن يعني قبلت الاعتذار اوكي، ولكن
هو ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه يا عمرو؟ ما هو انا منتخب الناشئين فشل ذريع، منتخب الشباب فشل ذريع، منتخب الاولمبي نص فشل ونص نجاح، وصل الاولمبياد ولكن ما خدش بطوله افريقيا، المنتخب الاول فشل ذريع نص الفشل، لسه مش عارفين هيعمل ايه في كاس العالم، وبالتالي يعني في الاخر هتلاقي فشل 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 ونجاح. ايه اللي يخليني اصدق اعضاء مجلس اداره الاتحاد في ان هم من الممكن ان يغيروا الواقع خلال الفتره اللي جايه؟ بص يا كابتن، هو احنا يوم من هنا ليوم الاحد هنشوف هنسمع ايه، الاحد 4 مش كده؟ اه يوم الاحد الجاي هنشوف، بناء عليها هنشوف الترتيبات. وانت تقريبا كمان يا كابتن اسلام هم قدامهم 5 شهور، فالخمس شهور دول تمام هنشوف الدنيا في ايه. انا بس اتمنى الانتخابات الجايه بتاع اتحاد الكوره يبقى الرئيس الاتحاد راجل براند، راجل كان بيلعب كوره فاهم الشغلانه كويس جدا، الاعضاء مجلس اداره كلهم دايسين في الكوره، عندهم قرارات، عندهم شخصيه، دايما باصين للتطلعات، دايما باصين للجديد، مذاكرين يا كابتن اسلام، واخدين شهادات اداريه. لو حصل كده كابتن اسلام الفتره الجايه هننجح.